ادي اللحم بتاعنا اوكي بالشكل ده. طيب هنزل عليه بالبصل طبعا، ده اساسي، الكفته بتحب البصل ما ينفعش من غيره يعني. ادي شويه البهار شويه فلفل اسود برضو بتحب الفلفل معقول برضو شويه قرفه حاجه على سن المعلقه كده اوكي. احنا حطينا ملح؟ لا ما حطيناش ملح، شفت بقى الملح فين؟ شويه ملح ما نكترش الملح طبعا عشان احنا صايمين بقى مش هنعرف ندوق. وبعدين معلش شويه الكبابه صيني، معلش يا سيده انا لسه ما حطيتهاش، انت خدتها معاك ازاي يعني؟ ازاي ننسى الملح؟ صح عندك حق، ما صايمين بقى كل سنه وانت طيب حضرتك، ما تحرجنيش والنبي. لاحظ ان كلامك جارح، والله كلامك جارح، ما ينفعش كده حضرتك يعني، نزمل مع بعض وكده. وبعدين ومعانا البقسماط اهو، هننزل بس يعني مش اكتر من معلقه بالظبط. في ناس بتستعمل في الكفته بتاعت الحاتي دي بتحط دقيق، انا لا ما يعني ما جربتها ما حبيتهاش يعني، حسيت ان طعم الدقيق مش عارفه ليه ملحوظ يعني صراحه، فمش طالبه يعني. البقسماط لا لطيف وما بيضايقنيش يعني، طعمه حلو ومقبول، فهو بس عشان يمسك معايا الكفته اكتر في الايه في السوى. طيب شفنا مع بعض مناديل الطرب، انا هوريها لكم دلوقتي، بتبقى شكلها زي المنديل بالظبط، بنجيبها من عند الجزار اوكي مفيش مشكله خالص. ادي المناديل معايا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ده شكل المنديل الطرب اهو، بصوا اهو بالشكل ده اهو تمام كده. لما بنجيبه من عند الجزار ممكن يبقى نلاقي مثلا حتت فيه تخينه شويه او سميكه شويه، في الحاله دي بتبتدي ان انت تدقيه باي حاجه كده مثلا عشان ترققيه، مش هنستعمله زي ما هو يعني، مش معنى ان هو جالي كده او انا استعمله كده، لا بتحاولي ان انت ترققيه برده باي طريقه. طيب السر في الحركه في موضوع المنديل هنا ايه بقى؟ قبل ما هبتدي احشي في صوابع الكفته بنزله في ميه دافيه لمده ثانيه. هقول تاني، عايزين ميه بس دافيه يا سيد بعد اذنك. احنا دلوقتي منديل الطرب ده او منديل الضاني، انا المفروض ان انا هعمل صباع كفته دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، بس محتاجين بقى ايه؟ محتاجين جلوفز تاني اهو. ادي الايه؟ ادي صباع مثلا كفته اهو عادي جدا، عايزه تصبعيه على السياخ مفيش مشكله، تصبعيه كده مفيش مشكله. ومعانا ايمان نقول الو. ايوه اهلا يا ايمان. عايزه تشوفي طيبين. وانت طيبه حبيبتي اموريني. عايزه اعرف طريقه تحضير الزبادي. طريقه عمل الزبادي. حاضر عيوني ان شاء الله نقولهولك يا 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 اماني يا ايمان، انا اسفه عيوني. حاضر كل سنه وانت طيبه. طيب احنا دلوقتي زي ما اتفقنا عملنا صباع كفته اهو. طيب وانا المنديل ده المفروض ان انا هستعمله في ان انا هلف فيه صباع الكفته. اولا بجيب الطرب انزله في ميه دافيه بس لمده ثانيه اهو، شايفين معايا اهو، وطلعته بعصر حاجه بسيطه خالص عشان بس ما يبقاش مليان ميه، وابتدي استعمله فيها حاجه دي منتهى البساطه والسهوله. وهجيب بقى المنديل بالشكل ده. طب ليه بقى الحركه دي؟ ايه الفايده بتاعتها؟ الفايده بتاعتها ان هي بتحمي لي عينيا، بتأمرني ليه بتحميلي او بتخليلي الورق ما يتقطعش معايا في الاستعمال. وابتدي ان انا هعمل ايه بقى؟ هجيب بقى صباع الكفته اهو، ادي هجيب لكم كده احسن اهو عشان تبقوا شايفين معايا اكتر. انا بحط صباع الكفته اهو، هتعامل معاه على انه مثلا محشي كرنب، وابتدي ان انا اعمل كده. وهقول لكم على طريقه تانية انا بفضلها، بس الاول نشوف الطريقه التقليديه يعني. ادي ايه؟ هبتدي اتعامل معاه لان هو محشي كرنب، وابتدي الف بالشكل ده كده كده كده. وعايزين بقى الطبق اللي احنا هندخله الفرن يا سيد بعد اذنك عشان نوري الناس. بعد ما صبعنا مثلا كميه النص كيلو او اكتر،
انه ازاي شكله في الاخر اهو، نحطه جنب اخواته بالشكل ده. طيب انا كمان عملت، ها معانا امينه، نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا امينه، ازيك؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي. انا عايزه اسال على رز، عايزه اعمل لحمه بالكبسه، عايزه اعملها كبسه. كبسه. اه. عيوني حاضر، يعني ان شاء الله في يوم. دي قصه، الكبسه دي قصه، ده لازم تتعمل بالصوت والصوره، ما مش هينفع ان انا اقولها كروته كده، صعب يعني. ان شاء الله باذن الله اوعدك في حلقه نعمل الكبسه بكل تفاصيلها باذن الله. طيب انا هنا برضو نزلت المنديل في ايه، في الميه الدافيه، وطلعت وابتدي ان انا اصبع الكفته بالشكل ده اهو، وابتدي ان انا اصبع الكفته واحطها الفها في الطرب بتاعي او المناديل الضاني، اوكي؟ عشان اللي مش عارف اهو. طب انا دلوقتي مش حابه فكره ان انا استعمله زي المحشي، بمعنى ايه؟ انا مش حباها، انا مش عايزه الفها الرول ده. يعني في طريقه تانية بسيطه جدا، مش ما تغلبيش نفسك اهو، تعالي كده اهو، وادي المنديل بتاعك اهو، ولفي وخلي بس اهم حاجه اخر اللفه تبقى لتحت، يعني اخر اللفه ملفتي تبقى لتحت وانت بترصيها في الصينيه او في الطبق بتاعك البايركس، وتدخليها الفرن. وانا عامله هنا شويه كفته كمان من غير مناديل ضاني، من غير طرب، عشان الناس اللي هي ايه لا تفطر وما بيحبوش الطرب. مش كل الناس بتحب الطرب على فكره. سيد بعد اذنك بس ايه، بس في حاجه ملحوظه معلش مهمه جدا قبل ما ندخلها الفرن. واحنا بنصبع الكفته، يعني قبل ما نصبعها بنيجي كده نحط ايدنا في ميه البصل والطماطم المبشوره، واعمل كده واصبعها. يعني تاني هاجي مثلا ادي ميه البصل والطماطم، وابتدي ان انا اعمل كده وهكذا وارص. خلاص اهو، وهي في الفرن، وطول ما هي تستوي كل مثلا ربع ساعه وعشر دقائق هفتح وادهن الكفته بتاعتي بفرشه كده بالايه، بالميه البصل والطماطم دي، بتدي طعمه. ايوه الو. ايوه يا ايمان. ايوه ايوه، تاني ايمان معانا النهارده، الحمد لله. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. حضرتك طيبه واموريني يا قلبي. عايزه اعرف طريقه البيتزا. طريقه البيتزا، طريقه البيتزا دي كانت اولا شيف اسماء زميلتي وحبيبتي كانت عملتها من فتره، كانت عامله حلقه كامله عن البيتزا، ممكن ترجعي لها بقى على اليوتيوب، هتلاقيها عاملاها بكل يعني كل حاجاتها تفاصيلها، بصراحه كانت حلقه واو يعني ملهاش حل.